بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اليوم إن شاء الله موضوعنا الثوركس، وحناخذ البراكتيكال بوينت اوف فيو، جزء العمل بتاع الثوركس، بداية بعظمة السيرنم اللي ماسكين فيها مجموعة كوستال كارتريج. حناخذ الفرتبري، وكل فرتبرة حناخذوها هل هي ثوراسيك لامبر زي اللي في يدي، وإلا سباين واضح يبقى هي ثوراسيك فرتبرة، والا سيرفايكل لو كان فيها حاجات معينه حنشرحهم بعد شويه. الريبس حناخذهم ايضا، وحناخذ في كل ريب هل هي تيبيكال ولا نون تيبيكال، وبعد ما نعرفها نون تيبيكال شنو هم الريبس اللي هم نون تيبيكال وليش نون تيبيكال. الريبس حناخذهم والفرتبري والستيرنم ايضا بالمصل اتاتشمنت اللي موجود عليهم، فحنغطي الجزء النظري قبل، وبعد هيك ان شاء الله شوفوا الجزء العملي. ايضا باش ناخذه ويكون عندنا المنظر واضح، حناخذه باذن الله الفرتبري على المجسم زي ما شايفين كلكم. We have vertebrae، منهم اللي cervical، منهم اللي thoracic، ومنهم اللي lumbar vertebrae. الفرتبري cervical عددهم 7 vertebrae، thoracic وعددهم 12، lumbar vertebrae والعدد متاعهم 5، أما الساكرم والكوكسيكس هم fused. الساكرم fused مع بعضهم عبارة عن 5 قطع، بينما الكوكسيكس عبارة عن 3 أو قطع ملتحمة مع بعض. إذا الفرتبرال كولومن على بعضها عبارة عن سيرفايكل وثوراسيك ولمبر وساكرام وكوكسيكس. المرة هذه حنشرح لكم الفرتبري متاع الثوركس ومتاع الأبدومن اللي هو ثوراسيك ولمبر فرتبري. إن شاء الله في المرة الجاية نشرح لكم الساكرام وكوكسيكس مع السيرفايكل فرتبري. بداية بالفرتبري الثوراسيك، الثوراسيك فرتبري اللي يميزهم مبدئيا وجود السباين في الخلف. سباين لازم يكون بوستيريور، وسباين لازم يكون اتجاهها داونورد. الاتجاه هنا يفرق عندي هل هي سيرفايكل ولا ثوراسيك والا لمبر. لما يكون السباين اتجاهها داونورد اكثر ماشي مع السيرفايكل فيرتبري، لما يكون السباين اتجاهها هوريزونتال يبقى اكثر ماشي مع السيرفايكل، بينما لما يكون اللمبر حتكون ترانسفيرس، يعني في جهه السيرفايكل ترانسفيرس، في جهه اللمبر ترانسفيرس، اما في جهه السباين اللي هو الثراسك حيكون يعني نازل داونورد. السيرفايكل الثراسك فيرتبري لهم اتحاد مع مع الربس، يعني الثراسك كيش القفص الصدري كله على بعضه عباره عن فيرتبري، عباره عن ربس وستيرنم. عظمه الستيرنم مش حتقدر تاخذ كل الربس مع بعضهم. عظمه الستيرنم عظمه قصيره جايه لقدام مقارنه بحجم الثوركس. ف تعد معي حتلاقي 7 فرتبري فقط. هذه ريب رقم 1، 7 ريب سوري. ريب رقم 1 2 3 4 5 6 7. اخر ريب ماسكه في ستيرنم 7. بينما 8 و9 و10 في الريبس، 8 و9 و10 ماسكين في 7. وعاملين كوستال كارتريج او كوستال مارجن. بعدها 11 و12 حيكونوا فلوتنج ريبس. لاحظوا معي لما تجي تشبح الجهه دي اريح، لما تجي تشوف رب رقم 12 رب رقم 11 مش مكملين، فاسمهم فلوتنج ريبس او فري ريبس حرات، لانهم ماسكين في الفرتبره. يعني 12 ماسكه في 12 ثراسك فرتبره، و11 ماسكه في ال11 في رقم 11، لكن اللي قدام مش ماسكين. اذا 12 و11 اسمهم فلوتنج ريبس يعني عايمات او فري ريبس. 10 و9 و8 حتلاقيهم ماسكين في 7. هذا 10 9 و8 ماسكين في 7. 7 الى 1 ماسكين في ستيرنم. المسكه نتاعهم في ستيرنم عن طريق قص الكارتريج هنا. هذا الريب وهذا ستيرنم يمسكوا عن طريق كارتريج يسمى كوستال كارتريج. اذا المفروض ان الريبس doesn't articulate directly with the sternum، لكن عن طريق حاجه تسمى كوستال كارتريج. فيرست ريب واضح انها صغيره جدا مقارنه باي ريب ثانيه. فيرست ريب حتكون صغيره، المسافه بين الفرتبره والسترنم قريبه، بينما تكبر الثراسك كيش كل ما تنزل لحد ما توصل في 8 و9 و10 حيكونوا اكبر ريبس. لان لاحظ معي مثلا رقم 8 حتلقاه بدايته من الفرتبري ماشي 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 لحد ما يوصل الستيرنم، فيكون رب طويل جدا. مقارنه ب 12 حيكون صغير. اذا اصغر ريبس هم 12 وفيرست ريب، يعني اول ريب واخر ريب هم اصغر ريبس. هالمعلومات هذه كلها معلومات عامه قبل ما نبدا في الشرح التفصيلي بتاع اللي هي الريبس والفرتبره والستيرنم. عظمه الستيرنم تتكون من ثلاث قطع.
قطعة هذه تسمى مانوبريوم ستيرناي، هذه القطعة اللي بعدها تسمى بادي اوف ذا ستيرنم، والقطعة الأخيرة اسمها كزيفويد بروسس تلقاها تريانجولر. وبالمناسبة الكزيفويد بروسس هي عبارة عن كارتريجينوس بارت كارتريج لحد ما يوصل واحد عمره 40 سنة فتولي اوسيفايد. إذا قبل ال 40 كزيفويد بروسس تلقاها عبارة عن شنو؟ عبارة عن كارتريج. مانوبريوم ستيرناي هو أول جزء، ثم بادي اوف ذا ستيرنم، وأخيرا كزيفويد بروسس. بين المانوبريوم والبادي اوف ذا ستيرنم we have the sternal angle، أشهر مارك مهمة جدا sternal angle اللي نشوف فيها، هذه هي angle between المانوبريوم وبتوين البادي. angle لما تشوفها من جنب حتلقاها مقدمة. ثانيا هي landmark ضرورية جدا في جسم الإنسان تشبهها. أي طبيب يبي يعد الربس لازم يعد عن طريق sternal angle. كيف؟ تمس أنت sternum بتاعك توصل لحد sternal angle، هي حتقال تلقاها بارزة واضحة. لما تمس sternal angle تعد الرب اللي مقابلها حتلقاها second rib. شفتوا ستيرن الانجل اللي قابل ستيرن الانجل هي السكند ريب، وبالتالي دائما كاونتينج ذا ريبس عدان الريبس حيكون من ايش؟ ستيرن الانجل، لانها بارزه. الفيرست ريب مش حتكون واضحه، شايف الكليفيكل مغطي عليها، الفيرست ريب مش بالبابل، وقدامها مصل اسمها سب كليفيوس مصل زي هنا القلم اهو، سب كليفيوس جايه مدرق عليها من غير بكتوراليز ميجر والحاجات الثانيه. اذا الفيرست ريب ما نقدرش نعد من خلالها لان هي اصلا امبالبابل، فالعدان دائما من السكند ريب، واماره السكند ريب هي ستيرنال انجل، تسمى ستيرنال انجل او تسمى انجل اوف لويس الشخص اللي وصفها، او تسمى مانوبريو ستيرنال جنكشن بتوين مانوبريوم اند ستيرنوم. المانوبريو ستيرنال جنكشن هي لان في جنكشن ثانيه هنا، هذه اسمها اكزيف ستيرنال جنكشن. سو وي هاف تو جنكشنز، مانوبريو ستيرنال جنكشن اند اكزيفي ستيرنال جنكشن. المانوبريوم يستقبل الفيرست ريب عن طريق كوستال كارتريج، ستيرنال انجل تستقبل السكند. سو مانوبريوم عنده ريب ونص، اذا السكند ريب زي ما شايفين السكند ريب موجوده في ستيرنال انجل. هذا الكلام يعني ان ستيرنم له الحق ان يستقبل الفيرست ريب، ومن حقه يستقبل نص السكند ريب فقط. ايضا الكلافيكل ارتكوليت وذ ذا كلافيكل، سوري ستيرنم ارتكوليت وذ ذا كلافيكل، في حاجه اسمها مانوبريو او ستيرنو كلافيكولر جوينت، يعني هذا ستيرنم وهذا كلافيكل بيناتهم ستيرنو كلافيكولر جوينت اللي هي سينوفيال بلين. ستيرنو كلافيكولر جوينت مع الفيرست ريب مع نص السكند ريب هم ثلاثه ارتكوليشن في الايش؟ مانوبريم ستيرناي. اما البادي يستقبل باقي السبعه اللي هم خمسه ونص، لان عندنا رب ونص موجوده في المانوبريوم، الباقي موجودات في بادي اوف ذا سيرنم. كل رب تستقبلها عن طريق الكوستال كارتريج. المجسم اللي عندي توا هذا مجسم بيوريك نفس الشيء بالضبط، لكن حولنا فيه سيرنم الكوستال كارتريج. اذا لما جينا نشرح المجسم هو حنلقى ان عندي this is the manubrium sternae, this is the body of the sternum, and this is the xiphoid process اللي هو عبارة عن cartilage. هذو كلهم عبارة عن ايش؟ عبارة عن costal cartilages. First costal cartilage والsecond نصها موجودة في المانوبريوم. يبقى second costal cartilage والsecond rib على مستوى sternal angle. هذه أول حاجة نقولوها على sternum. من الخلف لو لاحظت sternal angle هنا حتلقاها في الhorizontal plane تقابل الديسك ما بين 4 و 5. بتقولي كيف نعد السباين من هنا؟ حاجة سهلة جدا. تشبه السباين اوف ذا سكابيولا، السباين اوف ذا سكابيولا يقابل السباين نتاع 3 ثيرد ثوراسيك. يعني السباين اوف ذا سكابيولا حتلقاه يقابل السباين نتاع تي 3. بينما الأبر بوردر اوف ذا سكابيولا تقابل تي 2. اللور بوردر اللور انجل او انفيور انجل اوف ذا سكابيولا تقابل 7. يعني شوفوا معايا هذه فيور انجل حتقابل 7، لاحظوا معايا هذه تقابل كم؟ 3 4 5 6 7. هذا عباره عن سيرفس اناتومي، توعطتكم سيرفس اناتومي مهم جدا. انفيور انجل اوف ذا سكابيولا تقابل سباين بتاع 7، كان رقم 7 بالهندي 7 هيك، فتقابلها 7. هذه رقم 3 فتقابل 3، هذه رقم 2 بالهندي فتقابل 2. عرفنا كيف نعد السباينز. انت بين 4 و 5 هنا يقابل مستوى غادي ستيرن انجل بالضبط. اذا ستيرن انجل تقابل الديسك ما بين تي 4 و تي 5، ديسك بين تي 4 و تي 5.
ستيرنم شو معلوماتنا عنه؟ كملناها لكن نقول لكم ان ستيرنم كونفكس انتيريور لازم يكون مقوس على خاطر الهارت مش ياخذ راحته. من داخل لازم يكون كونكيف يعني ويكون سموث. اذا ستيرنم من برا بيكون كونفكس اند روف سيرفيس، كونفكس اند روف، بينما ستيرنم من الباك حيكون سموث يعني زي ما شايفين في المجسم هذا بيكون سموث وكونكيف من الباك، لكن من الفرونت بيكون رف سيرفس ويكون كونفكس. هذه المعلومات اللي اخذناها على ستيرنم كفايه. اذا ستيرنم مانوبريوم بادي اند اكزيفويد بروسس وذ تو جانكشن، مانوبريو ستيرنال جانكشن اند اكزيف ستيرنال جانكشن. اكزيف ستيرنال تقابل 9 لان هذه بين 4 و5، 4 زائد 5 هذه 9 تقابل 9 في البوستيريور. وات ار ذا ماسلز اتاتش تو ذا ستيرنم او المين ماسل؟ النقطه اللي هنا هي نقطه لستيرنو كليدوماستويد مصل في النك جايه بتوينها بتوين ستيرنم وكلافيكل وماستويد. This is the mastoid process. This is the mastoid process. And this is the sternum and clavicle. النقطه هذه مع النقطه هذه سترنو كلافيكولار هيك مع بعضهم فاسمها سترنو كليدوماستويد المصل. يبقى اول نقطه حنلاقوها هي سترنو كليدوماستويد. بعدها كل هذا عبارة عن origin for the pectoralis major. البكتوراليز ميجر واخده من أول ستة كوستال كارترج، عدوا معي 1 2 3 4 5 6 واخده من lateral border of the sternum. الانسيرشن بتاعها في lateral lip of bicipital groove. بكتوراليز ميجر جاي بالطريقة هذه between outer border أو lateral border of the sternum first 6 costal cartridge as origin insertion lateral lip of bicipital groove. بالمناسبة البايسيبتال جروف في 3 muscles teres major the most medial pectoralis major الموست لاترال اند لاتيسمس دورساي زي ما نقولوا احنا ان ليدي بتوين تو ميجر ليدي لاتيسمس دورساي تو ميجر تيرس ميجر اند بيكتوراليز ميجر. مش هذا موضوعنا. بيكتوراليز ميجر واخده اورجن من ستيرنم، ستيرنو كليدوماستويد واخده اورجن من ستيرنم، ما زال تحت طبعا المفروض ان هذا ازرق لان هذا انسيرشن فور ديركتس ابدومينس ماسل في عضله جايه من هنا الاورجن بتاعها من بيوبك كريست وسيمفيسز بيوبس الاورجن الانسيرشن بتاعها في اكزيفويد بروسس زي شايفين اللون الازرق هو المفروض ازرق هذا كله هو انسيرشن فور ريكتس ابدومينس ماسل. اذا وي هاف ان اورجن فور sternocleidomastoid origin for sterno for the pectoralis major and insertion for the rectus abdominis muscle. هذا من الفرونت. اما من الباك شايفين we have origin for the diaphragm. الديافرام كلكم عارفين عنده vertebral origin وcostal origin من اخر سته costal cartridge و sternal origin من الباك of the xiphoid process. ف this is the origin for diaphragm او sternal origin of the diaphragm. This is the origin for the sterno costalis muscle. اسمها sterno مو طالع عن sternum. costalis شاده في الربز. اذا sterno costalis muscle. هادو تو muscles تسمى sterno hyoid الفوق وتحت اسمها sterno thyroid. sterno thyroid ثم sterno hyoid. مقارنه يا شباب لاحظوا rectus abdominis من الفرونت يقابلها diaphragm. pectoralis major يقابلها sterno cleido sorry pectoralis major يقابلها sterno costalis. اما sterno cleido mastoid عضله واحده يقابلها عضلتين اسمهم sterno hyoid and sterno thyroid. هذو كلهم muscles of the neck الفوق. هذا muscle of the pectoralis pectoral region وهذا muscle of the thorax وهذا muscle of the abdomen وهذا الديافرام. فشايفين احنا اخذنا اتاتشمنت فور ذا ستيرنم. هذه اول عظمه كملناها ستيرنم وعرفنا حتى الكوستال كارترج ومن يطلع منهم. بصفه عامه شباب خلينا نذكركم شويه عضلات في الابر لمب. بكتوراليز ميجور هذه بكتوراليز ميجور واخده اوريجن من اول سته كوستال كارترج. هذه بكتوراليز ماينور واخده من ثلاثه ريبس ثلاثه واربعه وخمسه يبقى هم ثلاثه ريبس وطالعه من ثلاثه واربعه وخمسه. هذه اسمها بكتوراليز ماينور مصل. ايضا حتلاحظوا معي 1 2 3 4 5 6 7 8 اول 8 ريبس واخذ منهم سيريتوس انتيريور. يعني الخط الاحمر اللي بالعرض هو يمثل اوريجن فور بكتوراليز فور سيريتوس انتيريور. 3 و4 و5 يمثل
اوريجين 4 فيكتوريز ماينور. اول سته يمثل اوريجين 4 فيكتوريز ميجور. هنا فيرست ريب وي هاف اوريجين 4 ذا سب كليفيس مسل بتوين ذا فيرست ريب اند ذا اندر سيرفيس اوف ذا كلافيكل. هنا تحت الكلافيكل في سب كليفيس. اذا لاحظوا معي اول ريب سب كليفيس، ثلاثه ريبس 3 و4 و5 فور فيكتوريز ماينور، اول سته كوستال كارتريج فور فيكتوريز ميجور، اول ثمانيه ريبس فور سيريتس انتيريور. لكن اخر ثمانيه ريبسك يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا اورجن فور ذا ابدا من لوت 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد هناك. هذا اورجن فور ذا اكسترنال اوبليك مسل. اذا لاحظتوا ان في اكثر من اورجن على الريبس. نبدوهم، اول ريب يبقى بكتارز سب كليفيوس، ثلاثة ريبس ماينور، ستة ريبس ميجور، ثمانية ريبس اللي فوق سيريتس انتيريور، ثمانية ريبس اللي تحت هم اكسترنال اوبليك مسل. عموما ما زال في اوريجن فور اذر مسلز. نذكر بالاهم حتى هو في انسيرشن فور ذا سكالينس مسلز وي هاف ثري مسلز سكالينس، سكالينس انتيريور، سكالينس ميديوس اند سكالينس بوستيريور. لازم تعرفوا النقطة الزرقاء هذه هي انسيرشن فور سكالينس بوستيريور، بينما في نقطتين من فوق حاول نوضحها لكم. من فوق في تو انسيرشن حناخذوهم بعد شويه حتى في الفيرست ريب نشرحوهم، فور سكالينس انتيريور وراها سكالينس ميديوس. اذا وي هاف ثري سكالينس ماسلز، سكالينس انتيريور، سكالينس ميديوس في الفيرست ريب، سكالينس بوستيريور موجوده في السكند ريب. يعني معنى هذا الكلام لازم نفرقوا سكالينس بوستيريور في السكند ريب، سكالينس انتيريور اند ميديوس في الفيرست ريب. غير هيك في مجموعه ماسلز في مجموعه ليجامنت ما يهمناش هلبا توا. نبدو نذكركم فقط اول ريب سب كليفيس، 3 و4 و5 بكتوريز ماينور، اول 6 كوستال كارتريج بكتوريز ميجور، اول 8 ريب سيريتس انتيريور، اخر 8 ريب هي اكسترنال اوبليك، اكسترنال اوبليك ماسلز. بعدين الفيرست ريب فيها سكالينس انتيريور وميديوس، اما السكند ريب فيها سكالينس ايش بوستيريور. بالنسبة للريبس وعرفنا what are the muscles attached to the ribs and what are the muscles attached to the sternum. خدينا sternum ان فيه سبعة فقط ريبس، وبالمناسبة تقسيمة الريبس كالاتي، اول سبعة ريبس نظرا لانهم ماسكين في sternum وماسكين في الفرتبرا فاسمهم true ribs، بينما 8 و 9 و 10 وين ماسكين في سبعة فاسمهم false ribs، اما 11 و 12 وهميات فاسمهم floating او free ribs. اذا تقسم الريبس حسب الاتاتشمنت فور ذا sternum الى اول سبعه، نعد معي 1 2 3 او اول سبعه 1 2 3 4 5 6 7 ماسكين في sternum فاسمهم true ribs. 8 و 9 و 10 ماسكين في سبعه وعاملين costal margin، هذو ماسكين في سبعة فاسمهم فولس. إذا أول سبعة ترو، ثمانية وتسعة وعشرة عبارة عن فولس، 11 و12 اسمهم فلوتنج ريبس. الريبس وعرفناهم الكوستال كارترج عرفناهم بالضبط من قدام، لكن الريبس من الخلف تختلف التقسيمة متاعهم. تقسم الريبس حسب مسكتهم في الفرتبرا إلى ترو ريبس وفولس ريبس، وكذلك الفرتبري توراسيك ترو ريبس وفولس ريب. فتو أصبح هدفنا نعرف من هم ترو ريبس ومن هم الفولس ريبس. في true ribs وفي false ribs، في typical ribs وفي typical vertebrae. نذكروا سريعا بأن جزء العمل اليوم حيتكلم sternum، الحمد لله كملناه، حنتكلموا على الربس كاملات وحنتكلموا على الفرتبري. قبل نتكلم عليهم تفصيليا قلت لكم إن فيهم muscle attachment وعرفناهم بالترتيب. على صعيد الربس، هل هي typical ribs أو non-typical rib؟ حنقول إن الربس أرقام typical من typical، الربس أرقام 1 2 9 سوري 10 و 11 و 12 هم عبارة عن non-typical ribs. على صعيد الفرتبري أرقام 1 9 و 10 و 11 و 12، لاحظوا ان في خمسه ريبس نون تيبيكال
وخمسة فرتبري نون تيبيكال. من تو نقول لكم ان ارقام تسعة في الفرتبري وعشرة في الربس هذا اقرب انهم يكونوا تيبيكال من كلمة نون تيبيكال، لكن لان في بعض الكتب تحت فهم نون تيبيكال فحنقول الكامل. الكامل انه يكون واحد واثنين وعشرة وحداش واثناش من الربس نون تيبيكال، والفرتبري واحد وتسعة وعشرة وحداش واثناش نون تيبيكال. لاحظتوا حاجة ان الربس باعتبارهم زوجيات في منهم يمين ويسار، فالربس في اول زوز بيكون نون تيبيكال، اما الفرتبري باش تحفظوهم باعتبارهم سنجل مفيش منهم يمين ويسار، ففرتبري واحدة بس لولا تكون نون تيبيكال بعدين كمل على عشرة. يعني كيف؟ فرتبرا سنجل ولا تاخذ رقم واحد وكمل باقي الخمس منهم تسعة عشرة حداش اثناش. اما الربس زوجيات باش تفكر انه واحد واثنين بعدين كمل عليها عشرة وحداش واثناش. طيب شنو حكاية تيبيكال نون تيبيكال؟ انا حنوريكم اول حاجه الفرتبري بصفه عامه هنا كيف نعرفوها وشنو الاجزاء بتاعها. الفرتبري المفروض فيها اجزاء، هذا جزء من الفرتبري يسمى بادي، من الجهتين عندنا ترانسفيرس بروسس، ومن خلف عندي سباين، سباين في الخلف، ترانسفيرس بروسس من الجنبين، وبادي من قدام. خلف البادي we have a vertebral foramen أو ما يسمى بالvertebral canal. transverse process من الجنبين والسباين من خلف. بين السباين والترانسفيرس بين السباين هنا والترانسفيرس process في جزء يسمى لامينا. بين الترانسفيرس والبادي في جزء يسمى بيديكل. إذا مرة بنقوله ترانسفيرس مع بادي حنفكر بيديكل، ومرة ترانسفيرس مع سباين حنفكر لامينا. باش ما تنسوش نقول لكم ان جهه البادي بي هو بيديكل بي. اذا بتوين ترانسفيرس اند بادي يسمى بيديكل، بين الترانسفيرس والسباين يسمى لامينا. هذا اسمها فيرتبرال فورامن او فيرتبرال كانال زي ما شايفين. بالمناسبه اللي قدامكم هذه تراسيك سباي تراسيك فيرتبرا. ليش؟ راح نقول لكم على شويه. هذه سيرفايكال فيرتبرا واضحه جدا سيرفايكال. ليش؟ لان تيبيكالي السيرفايكال فيرتبري السباين يكون مقسوم بيفيد سباين. شفت السباين في العاده كيف بيكون؟ مش مقسوم. اذا لو كان السباين مقسوم ولو كان الترانسفيرس في فورامن ما هنا يمر فيرتبرا الارتي وفين، فلما يكون الترانسفيرس هي ترانسفيرس فيها حفره هذاك الوقت بنسميها هي سيرفايكال سيرفايكال فيرتبرا. اذا سيرفايكال فيرتبرا يميزها وجود فورامن ترانسفيرساريوم او ترانسفيرس فورامن، والسباين يكون بيفيد سباين. هذه السيرفايكال مش حناخذوهم توا، لكن نوضح لكم فكره. السيرفايكال فيرتبري هم سبعه، فيهم اخر واحده سابعه نون تيبيكال بس. وبعدين واحد واثنين برضه نون تيبيكال. كيف نعرفهم؟ واحد ما عندهاش بادي هي. طبعا السيرفايكال مش عليكم توا لكن حنعطيكم فكره سريعه عليه. رقم واحد هي تلقاش فيها بادي من قدام. شفت المفروض في بادي شنو قابله؟ سباين. هنا ما فيش بادي اصلا. يبقى هي عباره عن انتيريور ارش وبستيريور ارش، حتى السباين مش واضح. اذا لما تكون الفرتبرا فيها ارش امامي وارش خلفي فقط يبقى حتكون هذه الفيرست سيرفايكال فرتبرا. اما السكند فيها بروسس واضحه تسمى دنس يميزها عن اي شيء ثاني. اذا اول فرتبرا في السيرفايكال تسمى اطلس. اطلس there is no body there is no spine، عباره عن anterior arch و posterior arch. ثاني cervical vertebra تسمى axis، فيها محور يسمى dens. اذا امارت واحد no body no spine، امارت اثنين هي اثنين there is dens، امارت سبعه حتى هي non typical ان spine non bifid مش مقسوم. لو spine زي هذه بالضبط لو spine مش مقسوم حتكون سبعه اللي هي هذه. هل تراست مزال شويه؟ اذا هادو مش عليكم تو لكن نقول لكم ان في حاجة اسمها سيرفايكال فيرتبري. كل السيرفايكال فيرتبري سواء كانت هذه تيبيكال او واحد او اثنين او سبعة كلهم بيكونوا ايش؟ السباين بتاعهم بيكون المفروض سوري الفورامين موجود في الترانسفيرس بوست. اذا هذه سيرفايكال خلوها على جنب. اليوم موضوعي فقط هو ثراسيك فيرتبري ولمبر فيرتبري. طبعا هذا الساكن زي ما شايفين متحول مع بعضه وهذا كوكسيكس تمام؟ باهي السيرفايكال فيرتبري شنو اجزائها؟ تو كنا نتكلم عليها. تحتوي السيرفايكال فيرتبرا على بادي هذه اسمها بيديكل،
transverse process, lamina and spine. هذا كل على بعض اخطر بدي اسمه neural arch. هذا كل على بعض يسمى neural arch. لأنه جاي خلف spinal cord. vertebral canal شنو وسطها؟ وسطها spinal cord اللي مغلف بثلاثة meninges, pia mater, dura mater, arachnoid, وأيضا شوية vertebral plexus of vein حاجة ثانية. إذا وفات. هذا اسمها vertebral canal. أجزاء vertebral لآخر مرة حتكون واحد body, اثنين transverse process, بينهم بيديكل, بعدين spine, بين spine والترانسفيرس لامينا. بعدين لما شفناها لقيناها ثراسك. ليش ثراسك هذه؟ لان السباين تحت نازل داون. لو كانها لمبر لكانت ترانسفيرسك. السباين تحت تبدا هي ثراسك فرتبرا. ثراسك فرتبرا فيها ثلاثه فاسيت من جنب. فيها فاسيت نص اسمها ديمي فاسيت, وفيها فاسيت ثاني اسمها ديمي فاسيت برضه, وفيها فاسيت ثالث على ترانسفيرس بروسس. شايفين ترانسفيرس بروسس هي وراها فاسيت, والبادي فوقها فاسيت وتحتها فاسيت. هو هذا فاسيت وهذا فاسيت. شو قصتهم هذا كلهم؟ هناخذهم كالاتي. شوف عندك هذا بادي اوف ذا فرتبرا, وهذا بادي اوف ذا فرتبرا, وهذا بادي ثاني. اي رب تاخذها المفروض لما تكون تيبيكال رب تيبيكال اه, المفترض ان الرب تشد في دوز بادي بالهيد بتاعها. هذا هيد اوف ذا فرتبرا, سوري هيد اوف ذا رب, هو هيد اوف ذا رب. بعدها شن في؟ نيك, بعدين في تيوبركل, انجل وشافت. هيك الرب التيبيكال يكون فيها هيد, بعد الهيد شن في؟ نيك, وبعد النيك تيوبركل, وبعدين هذا كله شافت. الجزء المقوس اكثر شيء يسمى انجل اوف ذا رب. وكذلك الرب اللي فوقها حتكون ماسكه في تو بادي, بعدها هيد, وبعدين تيوبركل, وبعدين شافت وانجل, وهكذا. بهي ارقامهم كيف نعرفهم؟ المفترض ان كل رب, المفروض ان كل رب مثلا رب رقم خمسه هنا تشد في خمسه واربعه, رب رقم اربعه وين تشد؟ تشد في اربعه وثلاثه اللي فوق منها. اذا المفترض ان كل رب تمسك في سيم فرتبرا اند فرتبرا ابوف. ايضا في الفرتبرا عندها ترانسفيرس بروسس, تعال نسمي ترانسفيرس بروسس. هذا ترانسفيرس بروسس بتاع خمسه, هذا ترانسفيرس بتاع اربعه. لاحظتوا حاجه؟ التيوبركل يشد في نفس الرقم. اذا كل رب تشد بالتيوبركل بتاعها وين؟ في الترانسفيرس. وبالهيد وين؟ في نفس الرقم, والفرتبرا ابوف. اذا من حقي تو ندور الفاسيتس. وين نلقاهم الفاسيت؟ الفاسيت معناتها المكان اللي فيه الجوينت. شوفوا معنا هنا, هذا فاسيت نص, وهذا فاسيت ثاني نص. نص للرب ونص للهيد الثاني. هنا فاسيت نص ونص لكل هيد. فلانها نص فاسيت فاسمها هيمي فاسيت او ديمي فاسيت. وفي فاسيت للتيوبركل هنا. خذ لي فرتبرا واحده زي هذه, شو بتلاقي فيها المفروض؟ حتلاقي في البادي, في البادي سوري, تو فاسيت فور ذا هيد اند وان كومبليت فاسيت فور ذا تيوبركل. وهذا اللي صار هنا, شايفين؟ هذه اسمها ديمي فاسيت وهذه اسمها ديمي فاسيت زوز. ولاحظوا حاجه كل اتلخبطك شويه, ترى شنو هي؟ ان المفترض ان الرب رقم خمسه تشد وين؟ خمسه واربعه. رب اربعه تشد في اربعه وثلاثه. لكن لما تجيني رب رقم واحد ما عندهاش الا واحد, فتعتبر نان تيبيكال رب. ليش؟ لان الرب في الهيد بتاعها فاسيت واحد, والفرتبرا حيكون فيها فاسيت واحد, وكذلك 12 فيها فاسيت واحد والهيد بس وكالة البادي. رقميا ترى رب خمسه وين شدت؟ خمسه واربعه. بهي اربعه وين شدت؟ اربعه وثلاثه. بهي الفرتبرا رقم اربعه مين يمسك فيها؟ يمسك فيها اربعه وخمسه. ايوه, معناتها كل فرتبرا تشد في رقمها والرقم اللي تحت منه. يعني فرتبرا رقم اربعه فاما ربس اربعه وخمسه, فرتبرا خمسه تاخذ رب رقم خمسه وسته. باي فرتبرا رب رقم خمسه تشد في خمسه واربعه. رب رقم, اذا الربس تشد في رقمها واللي فوقها, اما الفرتبرا في رقمها واللي تحت. الكلام هذا ممكن مش مطلوب منكم واجد, لكن عرفتوا حاليا ان المفترض في العمل ندور اثنين ديمي فاسيت على البادي و1 كومبليت فاسيت على الترانسفيرس.
هذا ديمي فاسيت على البادي وهذا كومبليت فاسيت. شو بشد فيهم؟ المفترض هنا يشوف في هيد اوف ذا ريب وهنا النك وهكذا. راح نشوفوا وحده راكبه فرتبرا راكبه باش نعرفوا كيف ماسكين بالضبط. هي زي هذا شفتوا؟ هذه ريب وهذه فرتبرا. اعرف ان الفرتبرا هذا البادي يكون انتيريور والسباينال بيكون بوستيريور ومجناب شن في ترانسفيرس بروسس. هذه منو؟ هذه ريب المفروض انها تيبيكال. اذا حتشد في البادي بالهيد ثم النك بروحها ثم التيوبركل هنا يشد. تيوبركل وين ماسك؟ ترانسفيرس بروسس. واضحه؟ في ليجمنت هنا اسمه كوستو ترانسفيرس، واضح لانه بتوين الريب وبتوين الترانسفيرس فاسمه كوستو ترانسفيرس. هذا اسمه كوستو ترانسفيرس ليجمنت. هذه رسمة توضح لي نفس القصة، إن الهيد شد في تو بادي، بعد الهيد في نك، وبعد النك في ترانسفيرس، وسط التيوبركل حتى هو شد في ترانسفيرس بروسس. إذا هيد، نك، تيوبركل، هذه اسمها أنجل، هذه كل شيء اسمها شافت. باهي كيف نعرفوا الربس رقم واحد، الرب رقم اثنين وهكذا؟ طبعا حتى هذه شنو؟ تراس فرتبرا. ليش؟ إن فيها زوز ديمي فاسيت على البادي، وفيها كومبليت فاسيت وين؟ على ترانسفيرس. في مجموعة ليجمنت على الفرتبرا حناخذهم قبل أن نكمله. هذا بادي اوف ذا فرتبرا، هذا ترانسفيرس بروسس، وهذا سباين. حتلاحظ ان في ليجمنت هنا فوق اللامينا، في ليجمنت على السباين، وفي ليجمنت في التبر. شوف رسمة هذه كويسة. هذا ليجمنت فوق السباين يسمى سوبرا سباينس ليجمنت، يربط السباين من اول لاخر. سوبرا سباينس ليجمنت. بين كل سباين والسباين في ليجمنت يسمى انتر سباينس ليجمنت. اذا في واحد اسمه سوبرا سباينس ليجمنت والثاني انتر سباينس ليجمنت. هذا زوج سباين. في اللامينا واللامينا زي هيك، فوق اللامينا، بين اللامينا واللامينا في واحد اسمه ليجامنتم فلافم. اهو ليجامنتم فلافم. فلافم معناته اصفر، الليجمنت الاصفر. ليجمنت مرن يعطي مرونه للفرتبرا. ليجمنتم فلافر بين من ومن؟ بين كل لامينا ولامينا. ايضا حتلقوا ان في سباي في ليجمنت ثاني قدام البادي. شفتوا؟ هذا البادي اوف ذا فرتبرا قدامها انتيريور لونجيتودينال ليجمنت. هذا انتيريور لونجيتودينال ليجمنت وهذا اسمه بوستيريور لونجيتودينال. وين جاي؟ خلف البادي، يعني داخل الفرتبرا الكنال. اذا شن تحتوي الفرتبرا من ليجمنت؟ هو تحتوي تو لونجيتودينال ليجمنت على البادي، من هم انتيريور لونجيتودينال ليجمنت، شن ثاني؟ بوستيريور لونجيتودينال ليجمنت. تحتوي على تو سباينس ليجمنت، سوبرا سباينس ليجمنت وانتر سباينس ليجمنت. تحتوي على ليجمنت اسمه ليجمنت ايش؟ فلافم. اذا ما هو الليجمنت اللي هنا ترى؟ هو بوستيريور لونجيتودينال ليجمنت، واللي هنا anterior longitudinal ligament، واللي فوق اللي فوق اللامينا هو ligamentum flavum، اللي فوق السباين مباشرة اسمه supraspinous interspinous ligament، اللي فوق السباين من خلفك supraspinous ligament. بس تحفظوهم اثنين spinous supraspinous interspinous، اثنين longitudinal anterior and posterior، والاخير اسمه ligamentum ايش؟ flavum. هذا كله باش نوريكم هذا ان في سوبرا سباينس ليجمنت. هذا كله باش نوريكم ان في سوبرا سباينس ليجمنت وانتر سباينس ليجمنت، وبين كل بادي وبادي في ديسك اسمه انتر فيرتبرال ديسك. في جزئين من الديسك ما نهتموش بهم توا، داخل زي الجل، وهذا كله عباره عن فايبر. انيولس فايبروسس اللي برا اسمه انيولس فايبروسس لانه فايبر. اما داخل جل لايك ماتيريال اسمها بالبوزس، نيوكليوس بالبوزس. ما تهتموش بالكلام هذا، لكن اهتموا لي تو بالفرتبرا ان عندها سوبرا سباينس، عندها انتر سباينس، عندها ليجمنتوم فلافم، بوستيريور لونجيتودينال ليجمنت، انتيريور لونجيتودينال ليجمنت. لمعرفه التراسك فرتبري والتراسك ريبس اللي هم الريبس التيبيكال نون تيبيكال، حنوريكم اول حاجه مجموعه ريبس. الريبس اللي عندي نبداهم بالتيبيكال ريب.
التيبيكال ريب هي الريب اللي عندها هيد. الهيد عندها شنو؟ تو فاسيت او ديمي فاسيت، بينهما هو يسمى كريست اوف ذا ريب، هو كريست. اذا كل هيد في زوز المفروض تيبيكال في زوز ديمي فاسيت وبيناتهم كريست. بعد الهيد شنو في؟ نيك. بعد النيك تيوبركل. كل شيء اسمه شافت، والشافت في زاويه اسمها انجل، والانجل هي اكثر مكان يصير له فراكتشر في الرب. تحت حتلاقي في جروف اسمه كوستال جروف، هذا يسمى كوستال جروف، يمر فيه انتركوستال فان، فين وارتري ونيرف. اذا هذا الهيد والنيك والتيوبركل من اللوطه، وهذا كله عباره عن شافت. هذه رب تحسها مش تيبيكال واضح، هذه الفيرست رب. هنعرفوها كيف الفيرست رب؟ اول حاجه هي شورت، ثاني حاجه وايد، ثالث حاجه مهمه طبعا هذا الهيد والنك والتيبك العادي والانجل العادي والشافت عادي. يميزها جدا ان السيرفس بتاعها سبير وانفيري. هنقول لكم كيف سبير وانفيري بعد شوي. المهم احفظوا ان هذا الشكل هو الفيرست رب. هذا الشكل لرقم 12 اللي هو 12 رب، واضح ان ما عندهاش اي معلم واضح. عندها هيد لكن فاست واحد، حتى الفيرست رب فاست واحد. احنا قلنا كل رب تمسك في الفرتبرا بتاعها فقط. فاست واحد في الهيد، عنده شويه نك، وباقي كله عباره عن شاف، ولا في جروب ولا في انجل ولا في حاجه. هذا ستيرن زي ما شايفين، في فاست ارتكولر مع الكلافيكل، في فاست ارتكوليت مع الفيرست رب، وادي مع السكند رب. هذا ستيرن مخدناه. لو نرجع للجزء العملي هنشوفه الفرتبرا. قبل ان نرجع بس معلش نوضح لكم حاجه اللي هي في الفيرست ريب. انتم شفتوا ان الفيرست ريب هي ريب صغيره جدا وعندها نك مهمه جدا 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 جدا. حنوريكم حاجه مهمه اللي هي ريليشن اوف ذا فيرست ريب. هذا السؤال ديما متكرر اول حاجه في الاورن، الطلبه الشاطرين دي بس اللي فهم عليه اللي هو شنو هم الاستراكشرز ريليتد تو ذا فيرست ريب. فيرست ريب هي حنوضحها لكم بعدين كيف شكلها وكيف نعرفها. هي عندها هيد، عندها نك حنطولها شويه، وعندها شافت. هنا الفرتبرا موجوده اول تراسك فرتبرا تي واحد، وهذا الرب في الجهه الثانيه فيرست ريب. فيرست ريب هيك تعطيك الاسترنم كارترج، هيك اسمه كوستال كارترج من جهتين. ماشي، رسمة توضيحية سريعة. في ثلاثة ستراكشر موجودين على النك، 3 ستراكشرز اللي هم جانجليون، نرسمها هي الأولى، هذه سمباتاتيك تشين اهي. في ثلاثة سيرفايكال جانجليون، والجانجليون هنا جبت منهم عليه وين؟ على النك. بعدين في تراسك جانجليون، وضح حاجه مهمه. اول تراسك جانجليون مع او مع اخر سيرفايكل داروا مع بعضهم حاجه اسمها ستيليت جانجليون. ستيليت، فستيليت جانجليون وين جايه؟ قدام النك ذا فيرست ريب. هذه اول حاجه. ثم في ارتري مهم جدا اسمه جاي من فوق هو، فاسمه سوبيريور انتركوستال، جايك ارتري من هنا اسمه سبير انتركوستال. طبعا هذا تدور عليها تلقوا برانش من سكند بارت سبك ليفن ارتري، يعطيك اول انتركوستال ارتري وثاني انتركوستال ارتري من جهه البوستيريور، هو اسمه سبيريور انتركوستال ارتري. ثم نيرف يخش في البريكر بيكسس، في واحد هيك في وان نيرف هيك يمشي النصف نهايته، بس هذا في واحد. ما لاحظتوا حاجه انه في جانجليون ثم ارتري ثم نيرف؟ فالتشكيله اسمها جان بدل فان. احنا كنا متعودين على فان، فين ارتري ونيرف، تو حاجه اسمها جان، جانجليون ثم ارتري ثم نيرف. وين جايين؟ على النك اوف ذا فيرست ريب، وترتيبهم مهم جدا. الموست ميديال جانجليون، الموست لاترال نيرف. من هو نيرف؟ اول تراسك نيرف انتيريور ماي. جانجليون ارتري ونيرف، جانجليون شنو اسمها؟ ستيليت جانجليون. الارتري اسمه سوبيريور انتركوستال، النيرف اسمه فيرست تراسك نيرف. هاي ترتيبهم فروم ميديال تو لاترال، ترتيب يسمى جان. باهي فيرست ريب شنو عندها ثاني؟ عندها مصل اتاتشمنت، وعندها فين، وعندها ارتري فوق منها يمشي. انا قلت لكم في الابر لمب ان سبك ليفين ارتري هو
يولي اسمه اكزيلري ارتري لما يمشي على الاوتر بوردر ذا فيرست ريب. هذه الاوتر بوردر. اذا غيرت اسمه من سب كليفيان الى اكزيلري. اذا هنا شنو اسمه؟ سب كليفيان ارتري. شو في ثاني؟ في عندك فين وعندك مصل شادين. انا في اول شرح شرحت لكم ان في عضله اسمها سكالينس انتيريور، هي هذه عضله جايه قدام تسمى سكالينس انتيريور. وفي عندنا فين يسمى سب كليفيان فين، هذا سب كليفيان فين. انتبهوا على الطول. سب كليفيان فين داير جروف على الفيرست ريب، سب كليفيان ارتري عامل برضه جروف على الفيرست ريب. شو بيناتهم؟ سكالينس انتيريور مصل. ورا سكالينس انتيريور في مصل ثانيه اسمها سكالينس ميديس. هنا هذا سكالينس ميديس مصل. لان السكند ريب جهه سكالينس بوستيريور مصل زي ما شرحنا في بدايه المحاضره بدايه الشرح. اذا الفيرست ريب طلع عليها هلبا ستراكشر، عليها سكالينس انتيريور سكالينس ميديس تو سب كليفيان. سب كليفيان فين قدام المصل، في سب كليفيان ارتري خلف المصل غيره. بكري قلت لكم ان اول ريب تطلع منها مصل تسمى سب كليفيان مصل، تطلع منها سيريتس انتيريور. وارجع للتسجيل، اذا تو اس في قدام بكل اسمهم سب كليفيان مصل اند سيريتس انتيريور، تو اس في الخلف سكالينس انتيريور سكالينس ميديس. اخر حاجه نوضحها لكم، نمشي ننتقل للجزء العملي. وجود ليجامنت، في ليجامنت شرحته قبل شويه تسمى كوستو ترانسفيرس، وفي قدام كوستو كلافيكولار، مش في كلافيكولار كي، في ليجامنت اسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت. اذا الفيرست ريب طلعت معبيه بالامام بكل عندك كوستو، كوستو شنو؟ كوستو كلافيكولار ليجامنت. في الخلف كوستو ترانسفيرس ليجامنت. عندك زوز سب كليفيان، سب كليفيان فين، سب كليفيان ارتري. عندك تو اس اللي هو واحده سب كليفيس وواحده سيريتس انتيريور، وتو سكاينس، سكاينس انتيريور سكاينس ميديس. هذا كله موجود في الفيرست ريب، نوريكم تو في الجزء العملي. تو نجول الجزء العملي ونشوفوا الفرتبري والربس عن قرب، ونشوفوا اشمعنى هذه ثراسك فرتبرا، وليش هذه اقرب تكون سيرفايكل، وليش هذه اسمها لمبر فرتبرا، وهل هذه تيبيكال ريب ولا نون تيبيكال ريب. اول حاجه بنشرح لكم فيها الربس، زي ما شرحت تو في النظري قبل شويه، ان الرب المفترض انه يكون عندها هيد وعندها نك وعندها تيوبركل. بعد الهيد والنك والتيوبركل هذا كله اسمه شافت. وبعدين عندي جزئيه تسمى انجل اوف ذا ريب، اللي هو اكثر جزء مقوس في الرب. هذا الرب اللي هو المفروض تيبيكال رب. كيف عرفت تيبيكال رب؟ اول ميزه في التيبيكال رب ان هي المفروض تكون تويستد مايله، الميوله هو يخليها معمرها تلمس الارض من جهتين، فيسوي في تويست. فلكن مش هذه الاماره الرئيسيه. تو نقول لكم كيف نعرف تيبيكال ان تيبيكال اكثر. التيبيكال رب فيها تو فاسيت في الهيد اسمهم ديمي فاسيت، لان فيها زوز ارتكوليشن مع بادي، وهذا اسمه كريست بتوين تو فاسيت وي هاف كريست. بعد الهيد وي هاف ذا نيك، بعد النيك تيوبركل، وبعدين شافت. اكثر جزء مقوس في الشافت هو انجل اوف ذا رب. ملزمين نعرفوا التيبيكال رب هل هي رايت والا ليفت، وملزمين نعرفوا هل هي ثراسك فرتبرا وكيف نمسكه في بعضهم. اول حاجه في الامتحان الاورال حيقول لك طلع لي تيبيكال ريب، طلعتها، طلع لي تيبيكال فرتبرا سيرفايكال ثراسك طلعناه. بعدين حيقول لك سمي الاجزاء، قول له بالنسبه للريب عندها هيد ونك تيوبركل وعندها شافت وعندها انجل. اما بخصوص الفرتبرا، هذه ثراسك فرتبرا، هذا شو اسمه؟ سباين. وين بيكون؟ بوستيريور. حنشده في يدك سباين. هذا شنو اسمه؟ بادي. فذيس از ذا بادي اوف ذا فيرتبرا، هذا البادي هو بادي اوف ذا فيرتبرا. هذا ما يسمى ب فيرتبرا الكنال او فيرتبرا الفورامين. وفي من الجنبين ترانسفيرس بروسس. اذا هذا وهذا شنو اسمهم؟ ترانسفيرس بروسس. ترانسفيرس بروسس سباين بينهم جزء الملونه بالاحمر يسمى لامينا. بين الترانسفيرس والبادي بين هذا وهذا في جزء يسمى بيديكل، فهذا البارت يسمى بيديكل، هذا اسمه بادي بيديكل ترانسفيرس بروسس لامينا سباين. حاجه ما شرحناهاش بكري، هما الزوز، هذا اسمه سوبير